يا أحبة، لحظة الفرج جميلة جدا، لازم نتفكر فيها، لابد كذا نتأملها. ها شوف إبراهيم قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر. 86 سنة وهبه الله حينها مولودا أولا إسماعيل. يا جماعة، الله لا يتعامل معنا ولا يؤخر عنا أمانينا من بخل أو عجز، لا، اسمع يا عبادي، هو يقول: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ثم سألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل إلى البحر. أدخل مخيطا وارفعه ثم انظر بماذا سيعود. والله إن الله كريم، معطاء، أقبل عليه، أقبل وأبشر.